فقرة ضيف صباح معنا فيها اليوم المحامية بهيئة الدار البيضاء الأستاذة مريم جمال الإدريسي. معنا نتكلموا على مراجعة مدونة الأسرة. قبل ما نفتحوا النقاش معكم من دابا ربع ساعة على رقمنا 0522-36-0536 في سؤال الولاية الشرعية ما بين الأب والأم بعد الطلاق، موضوع فيه خلاف كبير اليوم في الشارع المغربي. أستاذة مريم جمال الإدريسي صباح الخير ومرحبا بك معنا على شدافع. صباح الخير كريم، تحية لك ولجميع المستمعات والمستمعين. شكرا لك جيتي عنا هذا الصباح، ونتمنوا انه تكون فقره مفيده للمستمعين والراي العام المغربي حول موضوع مهم اللي هو مدونه الاسره اللي اختارينا في البرنامج وفي شدائف اننا نواكبه طيله هذه السته اشهر كنقاش عمومي صحي ومهم. واليوم ربما كنختاروا منه نقطه من ابرز المطالب الحقوقيه والنسائيه، ولكن ايضا ديال الامهات المغربيات اللي شفنا منهم بزاف ديال القصص اللي عانوا وكيعانيوا من سؤال الولاية الشرعية، ممكن حتى الآباء يعانيوا ما عرفناش أكثر. أنت اللي غتوضحي لنا اليوم علاش كاين هذا واحد، خلينا نقول لكم توب 5 أهم المطالب ديال الفاعلين الاجتماعيين اليوم في المغرب ديال الولاية الشرعية، علاش كيستأثر بهذا الاهتمام كله؟ اولا خلينا نتفقوا انا وياك ان المشكل ماشي هو بين امراه ورجل، هو مشكل ديال مصلحه الفضله للاطفال، لان حتى هذا التوجيه هذا مهم في البدايه، لان الكثير كيحاول يميع النقاش اليوم وكيحاول يردوا بانه صراع على سلطه، وهو الحال ان الامور اللي كتعلق بمصلحه الفضله للاطفال احنا ما كنتحدثوش على السلطه، كنتحدثوا على المصلحه، كيفاش غادي تكون المصلحه ديال الطفل ملي تيكون تيعيش في واحد الاسره اللي هي منسجمه واللي هي زعما اسره ناجحه، ما تيكونش المشاكل بالقدر اللي كيكون في حاله الاسره المفككه او اللي كتكون يعني فيها طلاق. كتولي هنا مصلحه الفضله للطفل راهينا بحسابات في بعض الاحيان حسابات ضيقه ما بين الزوجين او طليقين، صح التعبير، لانه كتولي السيده باغا واحد التوقيع ديال واحد الوثيقه اللي كتعلق مثلا بانجاز البطاقه الوطنيه، كنعرفوا دابا اطفال تيديروها في 12 سنه، او اللي باغا تحولهم من مدرسه الى مدرسه باسبور، او اللي باغا اوتوريزاسيون باش يمشي يدوز الكونجي على برا، الى غير ذلك من الحالات على حسب الامكانيات ديال كل اسره. فاذا بك نلقاو بانه كاين بعض الاباء اللي كيرفضوا بدون سبب، بدون سبب منطقي او يعني او مقبول، فقط لانه عنده حسابات مع ديك السيده باقا ما فضاهاش، باقي باغي يفضيها، وكيولي مصلحه الفضله للطفل هي اللي معرضه يعني الاداء والضرر. وكنشوفوا المحاكم في شهر مثلا جويي يوليوز كتعمر يعني بالطلبات ديال الاذن باش يصابوا جواز السفر او باش تكون عندهم لوتوريزاسيون انهم يدوزوا الكونجي ديالهم. بزاف لي مامون بزاف الامهات كيحتاجوا هذيك لوتوريزاسيون عند القاضي مباشره لان الاب تيرفض، او في بعض الاحيان كنمشيو كنلقاو في شهر 9 اللي هو جوتنبير كنلقاو بانه كاين طلبات كثيره عاوتاني كيتوجهوا للقضاء باش ياخذوا اذن باش تمكن من انها تحول الابن ديالها، سورتو في التعليم العمومي عندنا هذا المشكل من مدرسه الى مدرسه، لان الاب رفض او ما موجودش مطالب، ما كاينش عنده حتى شي كونتاكت مع العائله، مطالب الاب بالتبرير ديال القرار ديالو ولا لا قانونيا اليوم؟ لا ما كاينش تبرير، فقط هو توقيع، يعني ملي كتكون الامر كيتعلق بوثيقه فقط هو توقيع. لا الا رفض مثلا الام طليقه ديالو اللي هي ام ديال الابناء بغات تنقلهم من مدرسه لمدرسه لانها تحولات ولا بغاتها ولا لسبب ما، والاب ما بغاش يوقع عليها، واش مطالب قانونيا انه يبرر هذاك القرار ديالو ولا القانون كيعطيه الحق الكامل يسني ولا ما يسنيش كيف ما بغى؟ كيرفض بدون تبرير. المشكل هو انه هنا كنلقاو بانه كتعرف بان الامهات الحاضنات في الغالب عندهم يعني مصاريف وكنعرفوا النفقه زهيده الى غير ذلك من المشاكل، فتجد نفسها مضطره باش تجستيفي يعني باش تاكد الواقعه ديال الرفض من خلال محضر ديال مفوض قضائي، يعني في بعض الاحيان كتمشي توجه له ذاك الرساله ديال ضروره التوقيع على وثيقه عن طريق مفوض قضائي اللي خصو ينجز واحد المحضر معين، وهذه مساله اللي هي مكلفه، ثم خصها تمشي تاخذ واحد المحامي او محاميه اللي غادي يدير لها داك الطلب ديال الاذن، وهذه ايضا مساله مكلفه وكتادي الرسوم ديالها وكتضيع الوقت ديالها باش يعني تحصل على اذن باش تنجز يعني واحد الوثيقه او انها تقوم بواحد العمليه لمصلحه. بمعنى ندوينا على المدرسه ونرجع للسفر، الاب عنده الولايه الشرعيه، ولكن واش كتخول ليه انه يجي دابا في شهر 9 مثلا ويحول الوليدات من المدرسه اللي هما فيها المدرسه واحده اخرى اللي هو بغاها؟ ممكن ما تكونش المراه عجبها، ممكن ما تكونش قريبه ليها بزاف للسكن ديالها، ممكن ما تكونش في القدره ديالها.
فوالا كريم، دابا انت حطيتي يعني الاصبع على كثير من المشاكل اللي ممكن توقع، لانه مادام عندك الولايه الشرعيه اكثر من هذا، ان المراه الحاضنه ممكن انها تدير لي بار لوليداتها في مؤسسه بنكيه ويجي هو يتصرف دوك المبالغ اللي هو ماشي ديالو. دونك هذه يعني بزاف ديال القرارات اللي يقدر ياخذها الاب بصفته الولي الشرعي وهو منفصل عن يعني الطريقه ديالو وما عنده حتى شي سلطه على دوك الوليدات يعني في اليومي ديالهم. ما تهضرش هو عنده بطبيعه الحال كاب كتبقى سلطه كامله الابويه، ولكن خصها تكون مشتركه لا سيما في مثل هذه الحالات، لان المشكل ما كيتطرحش بزاف ملي تيكونوا مفاهمين، كيطرح المشكل ملي تينفصلوا. يعني هاد الشيء هاد السيده كنأتمنوها على الصحه ديال الوليد، كنأتمنوها على قرايته هي اللي كتقريه، كنأتمنوها على الترونسبور ديالو هي اللي كتوصلو، تمنوها على كل تفاصيل حياته الا فيما هو اداري. كتوقف هذه السيده وكتوقف لها الحياه ديالها هي والابن ديالها او البناء ديالها، وكتولي مضطره انها بدات تفكر كيفاش غادي تاخذ الاذن يعني بواحد الطريقه اللي غادي تقنع ذاك الاب، او انها غتمشي للقضاء. والاكثر من هذا كتولي متخوفه انها حتى دير لي باغ لوليدات، يعني حتى انها دير الادخار، عمليه الادخار. كتقول لك انا ما يمكنليش، انا باغا نعاونهم، انا بغيت نقريهم مثلا غندير الادخار، حنا كنعرفوا كنديروا لي باغ باش وليداتي يكملوا لي زيتو ديالهم، هو اللي عنده النيابه الشرعيه. بالتالي هي واخا تبغي تحط مبالغ لصالح وليداتها كتبقى ديما متخوفه، وهذه ماشي في مصلحه الاطفال نهائيا، لان كاين امهات ميسورات حاضنات وباغيين يديروا هذه العمليه، وتيجيو تيسقسيو على نفوسهم تقول لهم بان راه الوليه الشرعيه، بالتالي كتخاف وكتولي كدير. طيب التخوف اللي كاين هنا او التساؤل اللي كاين، اذا منحت الولايه الشرعيه للمراه واش ما نطيحوش في نفس القصه ونلقاو راسنا امام رجال الان كيتشكاو وكيقولوا انهم مظلومين من تعسف الزوجات السابقات ديالهم اللي هما الامهات، في هادشي كندوي في حاله دائما الاختلاف، لان انا ما متفقش وهي عندها الولايه ودايره بدوك الاولاد ما بغات وترجعش ليا. انا كنقول بانه الامر خصو تدخل تشريعي، اولا من منطق او من مبدا دستوري اللي هو المساواه، لانه لا يعقل في هذا الزمن مازال كنناقشوا المراه واش اهل او غير اهل انها توقع وثائق، وهي كتوقع وثائق مهمه وعلى راس قطاع حكومي اللي يقدر يكون كبير. حنا كنعرفوا النساء اليوم راهم مسؤولات في عده مجالات وعندهم القدره وعندهم يعني، ومن الواجب علينا ان نحترمهم اليوم كيف ما بغات تكون المستوى ديالها يعني العلمي. انا ما كنهضرش يعني كاين واحد الوعي، ماشي بالضروره مرتبط بالدبلومات، ولكن كاين واحد الوعي وكاين واحد الحس ديال المسؤوليه اللي ما يمكنناش نبخسوها اليوم ونردوها، يعني ما قادراش خص ضروري يكون شي واحد مشرف على هذه العمليه. هذه المساله الاولى. المساله الثانيه نطرحوا السؤال، واش ممكن هذا الراجل يحس بالظلم الوقت اللي غتولي المراه عند الولايه الشرعيه؟ حنا كنقولوا تكون مشتركه، ما كنقولوش غتحيد الراجل وتبقى المراه. هذه النقطه الاولى. النقطة الثانية ما غاديش يحس لأنه ماشي هو اللي حاضن، إلا كان حاضن بيان سو غتكون عنده الولاية الشرعية. حنا كنقولوا الحاضن تكون عنده الولاية باش ما توقفش الحياة ديال أو المصالح ديال الأطفال، بالتالي هو حاضن غتكون عنده الولاية بالأولوية، هي حاضنة تكون عندها الولاية بالأولوية باش ما توقفش المصالح ديال الأطفال وما يبقاش يتزايد الطرف على الآخر. أنا ما كنظنش أن شي أب غادي يتضرر إلا كانت يعني الوثائق ديال الابن ديالو. الأب خديتوا لنا كل شيء، خديتوا الحضانة، خديتوا الولاية الشرعية. لا واحد هذا بمنطق يعني هذا بمنطق بحال كندافزو حنا، بحال زعما راه تولدنا في هذا المجتمع. ولكن هو الابناء مشتركين. لا هذا النقاش هذا راه كاين، هذا النقاش مفتوح حتى في مواقع التواصل الاجتماعي، بحال كنحس بحال كندافزو الوغ كو بالعكس راه لا المراه محتاجه الراجل والراجل محتاج المراه، وحنا محتاجين لبعضياتنا كاملين في هذا المجتمع، راه ما يمكنش يكون عندنا منطق صراعي. غنسمعوا دابا شويه واحد الميكرو تخوطوار لخص فيه واحد من المواطنين، قال بانه المراه دير كل شيء والراجل يدير غير النفقه غير يصرف. واش ما كنلخصوش دابا الدور ديال الاب في انه المعيل المادي فقط؟ كاين اباء حاضنين، كاين اباء هما اللي كياخذوا الحضانه وكيديروا المسائل كامله. علاش؟ انت الا بغى وكانت عنده القدره وبان بانه هو اللي يستحق الحضانه غياخذها، ماشي قلال، كاين نسبه مهمه من الرجال اللي كاين النساء اللي ما بغاوش ياخذوا هذه على عاتقهم هذه المسؤوليه، لان الحضانه راه ماشي واحد الامتياز عطيناها للنساء، راه عطيناها كل ما هو متعب، وخلينا الامتيازات الجاهزه اللي هي موروث سوسيو ثقافي عطيناها للرجال. دونك اليوم حنا ماشي كننتزعوا امتيازات اللي هي كنقولوا جاهزه، حنا اليوم كنناقشوا بعقلانيه انه يعني كلا الطرفين يعرف بانه الاولويه في النقاش هي مصلحة ديال وليداتنا، لأن وليداتنا هو مستقبلنا. نطرح معك التساؤل حول الولاية الشرعية ما بعد الطلاق، تعديلها أو تغييرها سيصطدم بمنطوق أن الولاية الشرعية اليوم عند الأب بحكم الشرع، تغييرها غيكون سهل صعيب؟ شنو السيناريو اللي كتصوروه؟ الى التقتي معايا جميع البلاغ ديال الديوان الملكي ولا حتى الخطاب الملكي اللي كان بمناسبه عيد العرش، كانت الاشاره واضحه انه الامور اللي ما غيكونش فيها الشهاد هي اللي فيها ايه
قرآنية يعني نص قطعي، والأمور التي ممكن أن يكون فيها اجتهاد راه ممكن يكون فيها اجتهاد، لأنه في نهاية المطاف كنعرفوا بأنه كانت نصوص الشريعة كتمنع المرأة أنها تكون قاضية، واليوم راه قاضية وكانت تمنع عليها أنها تكون عدل يعني كتشتغل في خطة العدالة، واليوم كاين نساء اللي هما خدوا هاد المناصب من بعد ما يعني ما اجتهدوا العلماء في هذا السياق. ولهذا تم إشراك المجلس الأعلى العلمي يعني المجلس العلمي الأعلى من أجل يعني فتح هاد النافذة ديال الاجتهاد، ماشي لمصلحة المرأة وماشي لمصلحة ضد الرجل، وإنما لمصلحة الأطفال، لأنه بان أن الأمر أصبح مرهقا، وأن الكثير من القضايا اللي كتعرض على القضاء فقط فيها رفض غير مبرر وفيها مزايدات اللي في الغالب الأهم كتكون مزايدات غير منطقية وبعيدة عن العقلانية، لأن الآباء اللي كيحفظوا المصالح ديال الأطفال ديالهم ما كيحتاجوش يطرحوا هاد النزاع نهائيا لا مع الطريقات ديالهم ولا مع الزوجات ديالهم، بالعكس الامور كتمشي بسلاسه وكتمشي لمصلحه الفضل الاطفال، واي واحد يتحمل الولايه اليوم سواء المراه او رجل يعني الان او في المستقبل اكيد، لان المراه كتكون عندها الولايه الشرعيه كرتبه ثانيه غير هي في وجود الاب ما عندهاش هذه الامكانيه، وبالتالي اي واحد يتحمل المسؤوليه الا والمسؤوليه كتكون مرتبطه بالمحاسبه، راه ما كيعنيش الامر انه غتعطى هاد الولايه للمراه انها غدير بها اللي بغات، اكيد غتكون محاسبه واكيد غادي تكون نصوص اخرى اللي كتحمل المسؤوليه كما كتحمل المسؤوليه الاب على اي تجاوز او اي شطط او اي تعسف في استعمال هذه السلطه فيما لا يخدمه مصلحه الفضل للاطفال. اليوم السيناريوهات المطروحه اما ان الولايه الشرعيه تصبح عند الحاضن او الحاضنه الاب او الام اللي عنده الحضانه، أو أنها تكون مزدوجة عندهم جوج. نبدأ بالثانية، واش ممكنة عمليا أنت كمحامية تقنيا واش تشوفيها ممكنة عندهم جوج؟ هي ممكنة بزوج عندهم نساء يكونوا مزوجين يعني ما مطلقينش، لا في حالة طلاق، لا في حالة طلاق غادي نبقاو في نفس السيناريو، غادي يبقى عندنا توقيع وكنتظروا توقيع آخر، يقدر المرأة تمتنع إذا كانت الحضانة عند الأب أو يقدر الأب يمتنع إذا كانت الحضانة عند الأم. من الأفضل أنه تكون على الأقل واحد الشق من هذه الوثائق أو من المسائل اللي هي مستعجلة ومهمة للحياة ديال الطفل تكون بيد الحاضن أو الحاضنة، وما يمكنش تكون عندهم بجوجهم بشكل فردي في الأصل، يعني خصها تكون عندهم يوقع. لا خصها تكون عندهم زوج، ولكن الحاضن او الحاضنه خصها تكون عنده يعني هذه الامكانيه ديال الرقابه، لانه صعيب بزاف انه كما قلتي قبل قليل في واحد المثال انه الا تعطات هذه الامكانيه ديال مثلا الاب يجي يحول الابن ديالو من المدرسه بدون علم الام الحاضنه وهي اللي كتكلف بعمليه النقل ديالو للمدرسه يوميا، غير حيت انا بغيتها نعذبها مثلا في عوض ما تمشي 15 دقيقه غادي نزيد لها في العذاب تمشي ساعه ونص حيت انا ما مقتنعش بالمدرسه اللي اختارتيها، غندخلوا في امور اللي هي يعني اكثر تعقيدا. من الافضل انه تكون الامكانيه ديال المحاسبه، مع انا كنقول مثلا اذا كانت الولايه عند الام الحاضنه الاب من حقه انه اذا بانت له الامور تسير يعني في غير مصلحه الطفل ديالو انه يتوجه للقضاء من اجل محاسبه تلك الام عن عدم قيامها بما تستوجب هذه المصلحه، والعكس كذلك العكس كذلك، يعني الا كان الاب هو الحاضن والام شافت بانه كاينه يعني مثلا تما تنقلوا لواحد المدرسه اللي هي كتبان لها بانه فيها ما يبقاش الحال على ما هو عليه، وفي حال انه الام ما عجبش الحال تمشي للقضاء. راه هذا الشيء اللي كاين، ولكن واش ما كيبانلكش معي ان هذا الشيء فيه ظلم مادام هي ام حاضنه ومني كتوقف على وثيقه كتلقى نفسها مجبره على انها هي تمشي للقضاء وهي اللي يعني تحمل دوك التكاليف، لان القضاء راه دابا هي مجانيه كاصل، ولكن راه كاين اتعاب دفاع، راه كاين رسوم، راه كاين بزاف ديال المشاكل. ثانيا واش شنو الغالب ولا السائد؟ واش هادشي ماشي هادشي ماشي المراه ولا الراجل، هادشي واش مصلحه الفضل للاطفال كتخدمها هاد الوضعيه؟ الوضعيه اثبتت هاد التوندونس اليوم اللي بغينا ندويو عليها 19 عام اثبتت انها ماشي في مصلحه الاطفال نهائيا. اليوم لو وصلوا في خلاف حول مسائل الولايه الشرعيه للقضاء كيعطي الحق للمراه ولا الاب لانه هو اللي عنده ولايه شرعيه؟ لا دابا حاليا الترتيب هو الاب اولا، لا الا مشاو للقضاء الا ام ما عجبهاش الحل لقرار معين او عدم التوقيع او توقيع ما متفقاش عليه كيعطيو الاذن. بزاف ديال الحالات كانت فيها اذن، حنا المساطير يعني كنتعايشوا معاها ينتصر للام اكيد، لان القاضي كيخدم بعقلانيه وكيخدم مصلحه الفضل للطفل، ما تيمشيش يخدم بالمشاعر او بالعواطف اللي في الغالب كنلقاوها للاسف، لانه حنا المشكل عندنا ديما تنقولها راه عندنا المشكل النفسي هو اللي كيعكس ديك المشاكل القانونيه، يعني في الاباء والامهات اللي تيكون عندهم مشاكل نفسيه او عندهم مشكل في
التواصل هما اللي كيطرحوا هذا النوع من الخلافات ونوع من النزاعات امام القضاء وكيضروا بالمصلحه الفضله ديال الاطفال ديالهم. بزاف من المواطنين كيربطوا مساله الولايه الشرعيه بالحضانه ايضا. المواطنين اللي طلقاتهم شدا فهم فقره صوت الناس في هذا الميكرو خطوه اللي غنسمعوا ليه دابا جلهم كيربطوا تقريبا الولايه الشرعيه مع الحضانه وكيعتبروا ان الام اولى لها. ما كيعكسش هذا الشيء راي الشارع المغربي ولكن على الاقل عينا مهلك منه. إذا كنتم متفقين أو مختلفين رقمنا هو 0522-36-0536. نأخذ اتصالاتكم بعد لحظات ولكن قبل خلينا نسمعوا صوت الناس. صوت الناس صوت الناس حنا كنسولوا وانتوما كتعبروا وحنا كاملين كنستمعوا. صوت الناس حوار مفتوح على شدائفه. بالنسبة لي الحضانة يعني على حساب القاضي ولا على حساب الحكم اللي خرج. سواء الحضانة إذا كانت عند الأم راه مزيان، عند الأب مزيان، يعني الدري فين نرتاح. بالنسبة للأوتوريزاسيون ديال أنها زعما شكون اللي يخرج الدراري على برا، يعني نورمالمون في الأول كانت واخا كتكون الحضانة عند الأم كان كيخصها ضروري تاخذ الموافقة ديال الأب، وباغفوا كتلقى الأب مثلا بعيد أو مسافر أو هذا. يعني دو بريفيرونس انا كنفضل يعني اللي عنده الحضانه هو اللي تكون عنده هذه الرخصه انه يسافر بولاده على برا. بالنسبه لي الام هي كل شيء، ما يمكنش الام تخلى على ولادها ولا تعطيهم للزوج، الزوج يمكن يتزوج والام وزوجه الاب ما غاديش تتعامل معاهم مزيان وغيضيعوا ديك الاطفال. من الاحسن يعني في الدار تبقى الام حاضنه على ولادها، تزوجت واخا تزوجها ولادها ما عمرها غتفوتهم، ولا بغات تديهم شي بلاصه راه ما غاديش تبغي لهم شي حاجه اللي خايبه في حياتهم ولا شي حاجه اللي غادي تبغي لهم غير الخير وغتبقى معاهم لاخر نفس. في نظري الحضانه تكون عند الام احسن، تكون عند الام احسن، لان الام غادي تتكلف بها، غادي تتكلف بها احسن من الاب. فهمتيني الاب قد يكون يخرج يخدم ولا كما تيقولوا بالدرجه ما تيسوقوش، ماشي بحال الام. الام تتقابل المسائل ديالها مزيان وكل شيء حيت الراجل ما غاديش يديرهم بحال الام، كلشي على الام، ماما غترعاهم كلشي. انا الراجل ما غاديش يدير لهم بحال الام، كما كان عنده الحق يتدخل فيهم. الا ما كانش عنده الحق باش ما عنده ما يصرف عليهم ويدخل، ما عندش الحق باش يدخل فيهم في الكنتو ولا في مشيتو ولا في خرجتيهم. الصراحه كنفضل تكون عند المراه من حيث التربيه، تكون عند المراه. اما من ناحيه الماديات خص الاب هو اللي غيتكلف من هذه الناحيه الماديات، اما من ناحيه التربيه كنفضل المراه حيت هذا الشيء اللي لقينا في الثقافه ديالنا وهذا الشيء اللي كاين. انا من رايي تكون عند الام حيت الام كتكون حنين على الاولاد اكثر من حتى الراجل، حتى هو حنين على ولاده. ولكن من حق الام هي اللي خصها تشد الحمل، تسافر للمراه ولا بغات تسافر زعما بغات تخرج على برا ولا شي حاجه، خص تكون مفاهمه بين الراجل والمراه، واخا طلقوا تكون مفاهمه على رجل الدراري. صوت الناس صوت الناس حنا كنسولوا وانتوما كتعبروا وحنا كاملين كنستمعوا. صوت الناس حوار مفتوح على شدائف. واخا يطلقوا خص تكون المفاهمه على الدراري. تعليقك استاذه مريم جمال الادريسي محامية بهيئة الدار البيضاء. انا اولا سعيده اني كنسمع يعني هاد الشهادات يعني من مختلف الناس، كيبان بانه ما عندناش مشكل في الحقيقه. كاين من بعض اللي كيحاول يدير هذا النقاش كيحاول يعطيه واحد الحجم كبر من الحجم ديالو او كيدير واحد النوع من الميوعه للاسف. بالعكس هاد الشهادات كتبين ان هذه تمغربيت ديالنا. كنعرفوا بان الام عمرها ما كتكون ضد مصلحه ولادها، بالتالي ما كاينلاش نديروا داك الحكم مسبق انه خصنا نحضيو وخصنا نحرصوا وخصنا. بالعكس نعطيوها الصلاحيه انها تقوم بالواجب ديالها كامل، ماشي نعطيوك حنا التربيه، نعطيوك السهر الليل، نعطيوك تشوفي الدروس والتمارين ديالو، راه ممكن يضيعوا في قرايته الا كانت ام غير صالحه. علاش انا حتى الوثائق عاد تبان لي مصلحته كلها في وثيقه؟ دونك هذا واحد المشكل اللي ما خصناش نعطيوه حجم كبير. بالعكس نخليو الامور للحاضن او الحاضنه يقوموا بجميع الواجبات ديالهم، واللي تجاوز الحدود ديالو او هجر الاطفال بدون يعني واجبات حرم الاب مثلا ولا حرم الام من حق الزياره وهذيك الامور، كاينه جزاءات قانونيه. طيب نشوفوها معك دابا شويه. ناخذوا رايكم حتى انتم على رقمنا 0522-36-0536. معنا مريم من وجده. صباح الخير لاله مريم.
السلام عليكم. مرحبا لالا. لاباس مزيان الحمد لله. اول مره كنفوت يمكن في الراديو دونك مرحبا بك. مرحبا بك. انا واحد لوكا اللي مضطره بزاف هاد الوضعيه ديال الوراق وديال ما نقدرش نتبدلها من المدرسه للمدرسه بزاف الحوايج. ميمسي كنسامح فيها 4 سنين مع وما سول عليها ولا واش راها مزيانه ولا ماشي مزيانه. غوزمون انا الوالد ديالي يعني لاباس عليه، دونك لو كان ما كانش الوالد ديالي كنت غادي نخرج انا وياه هاد الشارع. وما عمرو ما هو ما قال واش هاد السيده راها مزيانه، واش واكله، واش شاربه، وبورتون هو لاباس عليه انجينيور وبدل كاع الممتلكات ديالو الوقيته ديال الطلاق بوغ باش بنتي ما تدير حتى شي حاجه. وماشي مشكل يعني كنقول داكشي شغلو بينو بين اللي خلقو، انا ما عنديش باش نثبت هادشي. دونك بينو بين اللي خلقو كنبدل كاع داكشي في سميتو. دونك ما مشيتي للمحكمه ما دعيتيه ما حتى شي حاجه. كيمشي فاش فات 4 سنين عاد جا كيسول على بنتي فاش سمعني تزوجت. في هذيك 4 سنين ما درتيش مسطره ديال التغيير؟ لا 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 والو. لا ما درت حتى شي حاجه. والوقيته فاش دارت 4 سنين بدا كيجي يشوفها بدا كيعنفها. ما عمرو اوغوزمون ما عمرو موصل ليها للدار، حيتاش اون فوا كيشوف البنت كتبكي كنقول لها ودي راه ما كتعرفكش غير بشويه مع هذا النهار الحد الجاي. قلت له ماشي مشكل من غير الحد نعطيك حتى ايامات اخرين باش هاد البنيته تولفك. هو لا هو غرضو انايا باش نتعذب نشوف بنتي كتبكي وكتغوت وما باغاش تمشي وانا خاصني نتعذب. وثبت على ثبت على هذا الشيء. ومحكمه ديال فوجده دارت لي حبس سورتي. واخا حبس سورتي ما عطاتني حتى شي وثيقه باش انا نتكلم في بنتي كيفاش هاد السيد انا داعيات واخد حبس سورتي وغادي نكونوا عاد متفاهمين انا وياه باش هاد البنت غادي تعيش مزيان. انا دابا كتشوف لي كوزان ديالها كلشي كيسافر يسافر على برا وبنتي ما تقدرش تخرج لبرا. كتقول لي ماما واش انا ما نقدرش نسافر برا؟ كنقولها دابا غادي ان شاء الله هي ما نمشي ناخذ المسطره من عند المحكمه. بصح صابرون دو طون كتاخذ الوقت بزاف، كتاخذ 3 شهور 4 شهور باش كيخرجوا لك لوتوريزاسيون. انا غير الباسبور جلست شهر ونص. اللهم 3 شهور تخرج لك ولا ما تخرج نهائيا. شكرا لك مريم وشكرا على صدق ما مشاركتك معنا هذه القصة، لأنه في الأخر كتألم لما تكون الطفلة معنفة. المسطرة القانونية كتعجز ياك أستاذ؟ مكلفة من حيث الوقت ومن حيث المادة. هذه سؤال علاش حنت انا مراه، هذا هو السؤال. مضطره هذه ما فيهاش المساواه، يعني فيها مشكل امام الفصل السادس من دستور المملكه. علاش حنت انا مراه خاصني نكلف وقتي ونكلف يعني نفسي ماديا ونمشي نطلب اذن من عند القاضي حنت واحد الاب؟ ها هي السيده كتكلم قالت لك منين تزوجات عاد من هادشي، يعني يمكن هو 4 سنين ما عندوش هاد الاهتمام، ولكن من تزوجات الغرض ديالو ماشي بنته، الغرض ديالو هو ينتقم من الطريقه ديالو طريقته. دونك ما يمكنش ندخلوا مصلحه الوليدات في هاد الامور النفسيه. الناس كيتكلموا على النفقه، بما ان قلت انها غتكون حتى الاسبوع الثالث، ولكن معايا انت اليوم ناخذ رايك. كيقول انها خاصها تاخذ غوتوني على سورس، تاخذ من المصدر من المنبع ديال الاجر ديالو، سواء كان في القطاع العام ولا في القطاع الخاص، باش العيالات ما يبقاوش ولا الامهات تابعين طريقهم ديما يخلص النفقه والمحاكم عارفة عامرة بملفات ديال النفقة. هذه عملية تسهيل، وأنه الأمهات المعوزات اللي كيعيشوا من ديك زعما أو الأبناء ديالهم تيعيشوا من ديك النفقة ديال الأب، كيخص يكون هذا التيسير ديال المسألة ديال الاقتطاع ديال هذا. ولكن الإشاعة اللي كتروج ديال أنه واحد المبلغ، هذيك ما كنبيعوش عليها أصلا. دونك كاين هذا يعني التصور، غير الميكانيزم تصور ديال التعديل التشريعي اللي كياخذ بعين الاعتبار الشق الاجرائي من تحصيل تلك المبالغ المتعلقه بنفقه الاطفال. اما انا شخصيا يعني كنشوف بان ملي كتحدثوا على المساواه، وحتى يعني منظمات اليوم كتقول لك مساواه، يعني حتى المراه خاصها تحمل الشق المتعلق يعني بالواجب ديالها ديال الانفاق مادام عندها الامكانيه وميسوره وعندها مداخل. الطرف المعسر او اللي ما عندوش راه كتحمل يعني اليوم نفقه شنو كتغطي اوتوماتيكمون. حنا دابا باش ما نبقاوش في ذاك الواقع اللي غير معترف به، لان الواقع شنو هو؟ الواقع هو ان الام الحاضنه غادي نركز عليها اللي تقدر تمشي للمحكمه ويحكموا لها ب 350 درهم الواحد او 400 درهم الواحد
الاطفال واللي هو المبلغ كله ما كيتعداش 1000 حتى 1500 درهم حتى 1500 درهم بالنسبه لها يعني جوج وليدات او ثلاثه ما كيديروا حتى شي حاجه. وحنا كنعرفوا الاكراهات او المتغيرات المجتمعيه والاحتياجات ديال الاطفال اليوم، بالتالي كتلقاها هي كتنفق الاضعاف ديال داك المبلغ كتضربوا في ثلاثه في اربعه وكتمشي تخدم وكدير ساعات اضافيه ربما باش تقدر انها تقوم بالواجب ديال هذه الحضانه كما يجب. فبالتالي كنجيو نقولوا لها الراجل اللي تينفق هذه هي المدونه، هذا هو الشرع، ولكن الواقع الحال ان النساء يساهمن سواء كانوا يعني الزواج قائم او في حاله ديال الطلاق تيساهموا يعني في في, في الانفاق وتيساهموا بداكشي اللي تيدخلوا داك العمليه الانتاجيه اللي كيساهموا فيها داخل الاقتصاد الوطني. وبالتالي ما يمكنناش اليوم ما نحطوش يعني المسائل القانونيه واضحه وان هذه المراه كتنفق خصها تاخذ الحقوق ديالها حتى في هذه العمليه هذه، وتاخذ بعين الاعتبار ان احنا يعني كحقوقيات لا نرى نهائيا تخوفا من المساواه في هذا الشق. زعما انا شخصيا بعدا لا ارى بانه يضايقني ان اتحمل مسؤوليتي الماليه يعني في تكوين هذه الاسره وفي النجاح ديالها. وممكن يكون صعيب، انا رجعت لهذه النقطه، انه لما تكون المراه ما عندهاش موارد ماليه وما عندهاش قدره على تحمل النفقه ديال الوليدات. معنا الحسين من اكادير. سي حسين صباح الخير. صباح الخير استاذ. مرحبا سي حسين، شنو رايك انت؟ رايي لي اخويا الى كاين هذا الصراع بين الرجل والمراه، الدوله هي خص تصرف على هاد الدراري هذا، تحمل المسؤوليه ديالها كلها. الدوله تصرف، الدوله تصرف على ولاد، لان ولاد الشعب هذا ولاد الدوله، وهما كاين صراعات بيناتهم ما مفاهمينش. الدوله تكلف هذا التكفل ديال هاد الولاد، وهما اذا كانت الدوله غتاخذ معهم الاجراءات هما كل واحد يخلص الواجبات على هاد الولاد هذو. ولكن غير شنو المنطق؟ علاش الا الاب والام خاصمين الدوله هي اللي تصرف على الاولاد؟ ما فهمتش. انا كل واحد يتحمل المسؤوليه، وكل واحد دابا الصراعات بيناتهم. ولدنا كتحمل المسؤوليه، كل شيء خليها للدوله. الدوله هي اللي دارت هذا المشكل دابا من الضفه، ما كانش شي داعي كنتي. راه كنتي شكون هذا الشيء؟ الدوله اللي ولداتهم. شغا نقول لك انت اللي كنتي خاصنا هذا الصباح باش نضحكوني على هذا الموضوع. شكون بزاف، شكرا سي حسين. الدوله اللي ولدات، الدوله اللي دارت هذا المشكل هذا اللي ما لقاتش لنا الحل. اوكي شكرا، شكرا سي حسين. ممكن الدوله هي الفكره فكره جيده من واحد الزاويه، ولكن خاصها واحد الاطار في حاله اثبات انه الاب ما عندوش قدره على النفقه. لانه كاين اليوم اللي كيجيو كتقول لها اديني الحبس ما غنفقش وما عنديش اصلا فلوس ديال النفقه، والام ما في حالها حتى هي، ممكن هنا يكون واحد صندوق تضامني ولا شيء من هذا القبيل. اليوم الولايه الشرعيه مع النفقه واعطاء هذا الشيء كله للمراه يقدر يخلي الراجل يهز يديه وتولي الثقل كله على المراه. كاين المراه اللي هي ما شاء الله خدامه وعندها موارد رزق مهم ومحترم، ولكن كاين اللي كانت مجوجه وجالسه في الدار مثلا، ولا كانت خدامه وجلسات من الخدمه باش تربي وليداتها وتقابل الاسره ديالها وجا الطلاق، شنو غيكون مصيرهم في هذا السيناريو اللي كتكلمي عليه استاذه مريم جمال الادريسي ديال النفقه بالمساواه حتى هي؟ لا النفقه بالمساواه مادام تيخدموا بجوج، ولكن الا كان واحد فيهم ما خدامش بيان سور الا كانوا متفقين راه كاين حتى الرجال اللي كيتفقوا انهم يجلسوا في الدار. وصلنا لهذا السيناريو كنشوفوا بيان سور كاين بزاف الرجال اللي هو كيتكلف تيقول لك انا غادي ندير دي الدراري المدرسه ونقريهم بغينا ولا كرهنا، حالات قليله من موجوده. الا كانوا متفقين هذاك بيان سور الاتفاق هو سيد الامر، ولكن خصنا نعرفوا بان مثلا الصندوق اللي غادي يساعد بعض النساء اللي الازواج ما كيبغوش يديو او الاباء ما تيبغوش يديو النفقه، هذه مساله مهمه. ولكن الى متى؟ هذا هو السؤال. انا كنقول خاص يكون واحد مقتضيات في عوض ما نديه للسجن، ما عندناش مصلحه في السجن. عقوبه بديله المنفعه العموميه وذاك الاجر يتعطى للابناء ديالو. حيت الا لاحظتي معي في المداخله الان يعني سيدي يتصل راه عندنا واحد المساله خطيره انا باغا ننبه ليها، هو انه حنا كنتزوجوا الاغلبيه كنتزوجوا من اجل الزواج واحتياجاتنا للزواج، ولكن ملي كنفاصلوا دوك الاطفال كنبغي نرجع انا النقطه الصفر، كنبدا ندور دوك الاطفال على انهم ما بقاوش مسؤوليتي كاع، مسؤوليه المراه ومسؤوليه الدوله. وهذا راه نقاش قالوا بعفويه، ولكن راه هو اللي كيدور في العقول ديال الكثيرين ممن يتملصون من المسؤوليه. ناخذ اخر اتصال. سفيان من دار البيضاء. صباح الخير سي سفيان. السلام عليكم سيدي، كيداير كلشي مزيان؟ الحمد لله بارك الله فيك، تفضل شنو رايك؟ خويا انا بغيت ندوي على واحد ليكا من العائله ديالنا نيت. تبارك الله الزوج والزوجه ديالو بداو من والو، والسيد تبارك الله دار الفلوس ولاو عنده الاملاك وداك الشيء.
وبقى كيتفاهموا الزوجه ديالو وتيقول لها انا غير غتخطي غادي عندي غير 4000 درهم في الصالير. رجع للمركز ديبار. الو معك معك سفيان. وي شتي كتسمعني؟ كنسمعك. قلت لك اسيدي واحد رجع لها نقطه البدايه ديالو النفا الاملاك اللي داب والمشاريع وداكشي. ايه تيقول لها انا ما نطلقكش باش ما نعطيكش داكشي اللي كيعطيو المحكمه تيري طلقيني انت بالعالم زعما باش هي ما تاخذ والو. وعندهم وليدات وهو كلشي دايرو في سميتو. عندهم وليدات سي سفيان؟ عندهم وليدات بيناتهم؟ عندهم 4 الاولاد تبارك الله. ولاد كبروا تيقول لها والله ما نعطيك الريال. واش انسان ضرب معاك تماره الزواج ديال 35 عام وما عنده حتى فرطمه في الاقتصادي ديالها والسيد ملياردير في. شكرا شكرا سي سفيان. حشومه فعلا انه يكون الاب غني ولا الام غنيه ويكونوا الابناء هما الضحيه في نهايه المطاف. استاذه مريم جمال ادريسي في المدونه الجديده واش ننتظروا انه بنسبه كبيره الولايه الشرعيه تحول عند الحاضن سواء كان اب ولا ام؟ ننتظر ذلك. كنتمناو انه يحدث لان المآسي ولات يعني تدمي القلوب في الحقيقه ومصلحه الفضل الاطفال تضيع كل يوم بواحد النوع من المزايدات اللي كنعتبرها بعيده كل بعد على الاخلاق وعلى القانون. شكرا لك. كان هذا ربما النقطه الاقل جدلا في النقاط الخلافيه الممكنه. الاسبوع المقبل غنتكلموا على تعدد الزوجات في المدونه الجديده من بعد الاسبوع الموالي على النفقه وتدبيرها والاسبوع ما بعد على زواج القاصرات. شكرا لك بزاف الاستاذه مريم جمال ادريسي المحاميه بهيئه الدار البيضاء.